اهلا ومرحبا بحضراتكم في رابع محاضرات التحكيم التجاري الدولي. موضوع اليوم هو شرط التحكيم. مفهوم شرط التحكيم هو اتفاق على اللجوء الى التحكيم، ولكن ما هو مضمون شرط التحكيم؟ شرط التحكيم هو بمثابة اتفاق يخضع فيه الاطراف الى اللجوء الى التحكيم في حالة نشوء نزاع بينهم وبين بعض في الاتفاق الاصلي. طيب بما يضمن شرط التحكيم؟ يضمن شرط التحكيم في الاتفاق الاصلي، يعني يضمن كعقد، بعمل عقد، بعمل فيه العلاقه التجاريه اللي بيني وبين الطرف الاخر، وبحط في العقد ده بند. هذا البند بيكون مجرد في اتفاق على اللجوء الى التحكيم في حاله وجود نزاع بين الاطراف على تنفيذ هذا الطلب فقط، لا يشتمل على اي عناصر اخرى، ولا يشتمل على اي توضيحات اخرى، ولا على اي بيانات اخرى. ويكون مبين في هذا الشرط ان الاطراف اقروا به بارادتهم الحره، ولكن لا يكون مبين فيه اي وجه او اي عنصر من عناصر التحكيم، لا مكانه ولا زمانه ولا انعقاده ولا تاريخه ولا اي شيء. ويقتصر ذكر الشرط على أنه الوسيلة التي يلجأ إليها الأطراف في حالة نشأة نزاع. وهذا الشرط له استقلالية، يتمتع باستقلالية وشخصية لوحده، يعني الشرط ده بمثابة تعاقد جوه التعاقد الأصلي. سبق وقلت لحضراتكم أن الاتفاق على التحكيم أو اللجوء إلى التحكيم يتطلب اتفاق، وأن الاتفاق على التحكيم له ثلاث أشكال: شرط ومشرطة وتحكيم بالإحالة. ده أول وجه من أوجه اللجوء إلى التحكيم، هو شرط التحكيم. شرط التحكيم ده بمثابة اتفاق، عقد مستقل له استقلالية وله ضوابط قانونية مستقلة عن العقد الأصلي، بمعنى أنه زيه زي العقد الأصلي يجب أن يتوفر فيه إرادة ونية العاقدين اللجوء إلى التحكيم، وأن الأطراف قد وقعوا وارتضوا به بموجب إرادتهم ودون أي إكراه، أن الأطراف اتجهت نيتهم إلى اللجوء إلى التحكيم. وبالتالي أي بطلان يقع في هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان الاتفاق، لأن هو اتفاق مستقل. وبالتالي البطلان الذي يقع على شرط التحكيم ليس من المستتبع أن يلحقه بطلان في العقد الأصل، والعكس صحيح. البطلان أيا كان نوعه أو أيا كان وجهه الذي قد يقع في العقد الأصلي لا يستتبع أن يكون شرط التحكيم الوارد فيه أن يلحقه ببطلان. وبالتالي إذا كان فيه في العقد الأصلي بطلان نسبي وتجاوزه الأطراف، أو صحح مع مرور الوقت من أن الشخص الذي وقع العقد كان خاص ثم بلغ، وبالتالي أصبح العقد نافذا في مواجهة، ولو تمسك به من له الصفة والمصلحة في التمسك بالبطلان فليس له أن يحتج بانتهاء الاتفاق على التحكيم لبطلان العقد الأصلي. ذلك لأن شرط التحكيم هو بمثابة عقد مستقل. ومن المعلوم أن شرط التحكيم هو بمثابة شرط قاصر مانع. يعني إيه قاصر؟ قاصر لا يشتمل على عناصر التحكيم. أنا ما بوضحش فيه مفهوم التحكيم وهروح فين وهحكم إمتى، ومفهوم النزاع والنزاع اللي هيتعرض هيتعرض إزاي وهيتعرض على مين، ما ببينش فيه أي شيء. مجرد أن أنا بقتصر على القول بأنه في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يكون اللجوء إلى التحكيم فقط لا غير. طيب يعني إيه مانع؟ مانع يعني هو شرط بيسلب المحكمة ولايتها من نظر موضوع النزاع. طالما أن شرط التحكيم متواجد في العقد، وقام أحد الأشخاص برفع دعوة، بإقامة دعوة بالمطالبة أو بالإلزام أو بالتسوية أو غيرها من أي أوجه الدعاوى، أن يلجأ من له المصلحة إلى دفع بعدم قبول الدعوة لوجود شرط أو اتفاق على التحكيم، وهنا تقضي المحكمة بعدم القبول لوجود اتفاق على التحكيم. ولو كان من أقام الدعوة احتج ببطلان الاتفاق، أو أن العقد باطل وبالتالي الاتفاق باطل، تقضي المحكمة أيضا بعدم القبول. طالما أن حضرتك حابب تثبت بطلان في العقد أو بطلان في الاتفاق تلجأ إلى التحكيم، وهيئة التحكيم هي التي تقرر هذا الأمر. وبالتالي شرط التحكيم له استقلالية ويمنع من اللجوء إلى القضاء العادي. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي.